عندما نتحدث عن الألوان نحن نتحدث عن أقوى أداة تؤثر على مشاعرنا، تؤثر على رؤيتنا للأشياء، تؤثر على إحساسنا العام بالمكان. الألوان بدأت معانا منذ نشأتنا في تراثنا، في لباسنا، في مختلف مناطق المملكة. When I think about color, I have a very different view of what that meant. Color is the first thing we connect to. Color is all about emotion. Think about your life without color. I could almost close my eyes and say, wow, that's exactly how we look at this. المملكة العربية السعودية أرض التاريخ الغني والثقافة الحية والرؤية المستقبلية. في السنوات الأخيرة أصبحت المملكة أحد أهم مصادر الإلهام والإبداع والابتكار، وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 التي أطلقت عام 2016 على يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. تؤكد رؤية 2030 على أهمية الاهتمام بشركات القطاع الخاص، حيث تلعب شركات القطاع الخاص دوراً هاماً في تطوير ودفع عجلة اقتصاد البلاد، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين. شركة دهانات الجزيرة هي إحدى هذه الشركات السعودية والرائدة في قطاع الدهانات، والتي تم إدراجها ضمن قائمة أشهر 100 علامة تجارية سعودية. نجحت شركة دهانات الجزيرة في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدة من أهم الشركات المصنعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا. تقدم شركة دهانات الجزيرة أجود المنتجات ذات القيمة المضافة لجميع العملاء والشركاء والمساهمين، إضافة إلى توفير حلول البناء المبتكرة والآمنة للبيئة ومنتجات الطلاء التي تتمتع بأفضل معايير الجودة الدولية. في كل عام تسعى دهانات الجزيرة إلى إطلاق موضة ألوان جديدة تحرص من خلالها على تقديم حلول لونية تلبي تطلعات العملاء داخل المملكة وخارجها. موضة ألوان 2024، عمل قسم الألوان في دهانات الجزيرة مع خبراء عالميين، وحرصنا في عام 2024 أن تكون فكرة مختلفة. كانت الفكرة موجودة من سنتين تقريبا، والهدف منها أنه نطلع بكلر ترند موضة ألوان خارج عن المألوف في السنة هذه بمشاركة ناس من مجالات مختلفة. تم دعوة شركة بانتون للمشاركة في اختيار موضة 2024 لدهانات الجزيرة. Pantone is in the business of color. When Pantone started in 1963, they started with these color guides, and the whole idea behind this idea of the color guide was not only to inspire people through color, but enable them to select and communicate and control the consistency of color. When we were first approached by Jazeera Paints to form a collaboration, we saw it as a huge opportunity for Pantone, who considers themselves a leader in color, to have a company like Jazeera Paints, who is a leader in color, especially when it comes to color for paint. So I think there's a lot of like-minded goals that it made perfect sense. We're thrilled. We're very excited about this opportunity. بدأت فعاليات ورشة موضة ألوان 2024 في يومها الأول وسط حضور فريد لعدد من مدراء وخبراء الألوان من شركة دهانات الجزيرة، إضافة إلى حضور مميز لعدد من الضيوف المختارين والذين يعملون في مجالات إبداعية وفنية ترتبط بالألوان. منذ أكثر من 44 عاماً وشركة دهانات الجزيرة تسعى لتقديم أفضل الألوان. يسعدني أن أعبر عن امتناني بوجود نخبة الخبراء من شتى المجالات الإبداعية في ورشة العمل
خاصة بموضة ألوان 2024. في اليوم الأول من ورشة العمل تم تقسيم المدعوين إلى عدة مجموعات مختلفة، والهدف من وراء هذا الشيء إنه نشوف إيش اللي ممكن ينتج من هذا الخليط أو المزيج، نقول بشكل أكبر، في اختيار قصة ولون. تم عمل محاضرة ما بين خبراء دهانات الجزيرة وشركة بانتون عن كيفية اختيار اللون وكيف أن الألوان تؤثر على حياة الإنسان بشكل يومي وعلى جميع الأصعدة بشكل عام. I met the team who were absolutely, because my experience with Arab people has always been good, that they're very kind, but not only kind, open, hospitable, but also very, very intelligent and very on the ball and very, very willing to listen. And that was important to me, that we were going to listen to each other, because I really felt I wanted to learn from them and I wanted to say something to them as well. Up came green. Up came blue. شرفنا بالعمل صراحة مع بانتون بالشراكة مع دهانات الجزيرة، وسعنا آفاقنا، عرفنا أشياء كثير عن الألوان، شفنا درجات ممكن إنه الإنسان ما يحلم إنه يشوفها. Every year we create these color trends. We learn a lot from the insights of the market, and this workshop helps us sharpen the tools that we currently have right now as the leading company for paints and colors. So I think something beautiful and exciting will come out of this workshop. كانت المجموعات ملهمة بالنسبة لنا، نتجت عنها باليت لوني ما كان موجود في الحسبان على مدى سنين سابقة، وهذا هو الهدف الرئيسي اللي كنا حابين انه ينتج عنا لوحة فنية مثل هذا العمل. I want to see just one color, other than that I will go with a pastel color. This is our imagination. وجبة ذهنية عظيمة جدا على الأشياء اللي تعلمناها اليوم، وزيادة على كذا الأفكار اللي بدينا نستلهم فيها. هذه الورشة وسعت لي أكثر، يعني شفت إنه مجال الألوان بأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب. جلسنا نعمل عصف ذهني عشان نطلع فكرة محددة تجمع أعضاء الفريق، وإحنا في النهاية نطلع بلوحة مميزة. ما توقعت بالمرة إن تطلع كذا الألوان. فمرة متحمس والله للألوان الجديدة، وأنا أول شيء راح أسويه السنة الجديدة إن أضبط لي غرفة على هذه الألوان. يعني في أشياء إحنا ما كنا متوقعينها، في ألوان ما كنا نعرفها إن لها تأثير معين، فجدا راح يفيدنا مشروع التخرج. في اليوم الثاني بدأت رحلة العصف الذهني لخبراء ومصممي شركة دهانات الجزيرة، حيث تشاركوا الأفكار والخبرات لاستيحاء مجموعة الألوان من الطبيعة الفريدة والتنوع الموجود بالمملكة العربية السعودية، وذلك للوصول إلى الوجه الجديد لمجموعة ألوان هذا العام. في اليوم الثاني من ورشة العمل تم عمل ورشة داخلية تختص بدهانات الجزيرة وخبرائها لاستلهام القصص التي نتجت من خلال ورشة العمل في اليوم الأول من جميع المدعوين في مختلف المجالات، لاستلهام ألوان جديدة تتناسب مع جميع الأسواق وتكون قريبة مننا ومن بيئتنا. We managed to make a marriage. We made a marriage by saying, okay, please teach me what are the colors that Saudi people like. And we together, quite amazingly, managed to build a new attitude in color, but based on the tradition of Jazeera colors. إحنا كخبراء في دهانات الجزيرة، خبراء ألوان، وصلنا لتفاعل ذهني جميل نقدر نوصل بيه لترند 24 يفيدنا ويفيد المملكة العربية السعودية والرؤية بتاعتها، ويفيد شركة بانتون لأنها وصلت مع شركة دهانات الجزيرة لأعلى معدل وتبادل خبرات. إحنا في دهانات الجزيرة خرجنا ببلت ألوان بإذن الله راح ينافس في العالمية، وإن شاء الله راح يكون هذا البلد يعني مصدر فخر واعتزاز لنا. They were brilliant. I experienced that. I have learned so much, and we're definitely all going to be wearing lavender and lilac and purple very shortly. So a wonderful experience. I can't tell you, it was really much beautiful. فخورين في دهانات الجزيرة أن قمنا بعمل موضة ألوان غير تقليدية
كان في طاقة، كان في حيوية، كان فعلياً الجو كله تحس فعلياً بطاقة إيجابية. أنا أشوف العمل وأصنفه أن عمل سعودي ذو طابع عالمي. في عصر جديد يرنو إلى الابتكار، نرى أنفسنا تواقة لنمط حياة يلهمنا ويجعلنا نستشعر فن الحياة بجميع جوانبه. لذا اخترنا في موضة ألوان 2024 ألواناً متناغمة لا تنسينا أصالة الماضي، لنعيش اللحظة بكامل جمالها ولنسعى تجاه مستقبل متجدد.